معا النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. زي النهاردة كان المايسترو صالح سليم الرمز الكبير طبعا واحد من أكبر وأهم رموز النادي الأهلي بيستلم جائزة نادي القرن اللي ما زالوا لغاية اللحظة رغم مرور إيه أنا بتكلم في 22 سنة يعني قرن عدى تقريبا ربعه ولسه الناس بتتكلم شاء من شاء وأبى من أبى وبإذن الله إن شاء الله إنجازات النادي الأهلي اللي حققها بس تكفيه بإذن الله إن هو يحقق لقب نادي القرن الجديد. أهلا وسهلا.